وبيان صادر من مجلس الأمة الكويتي الثلاثاء 15 مايو 2018، القدس عاصمة فلسطين. تعرض الشعب الفلسطيني خلال 70 عاماً لأكبر مأساة إنسانية نفذتها عصابة الاحتلال الصهيوني المجرم بحق شعب مسالم أعزل، تعرضوا فيها للتهجير القسري الجماعي لمئات الآلاف الفلسطينيين من أرضهم وبيوتهم وقراهم ومدنهم إلى المنافي والشتات، وقتل عشرات الآلاف الشهداء في سلسلة مجازر وعمليات قتل جماعية مبرمجة لتحقيق عملية إفراغ فلسطين من أهلها الفلسطينيين وإحلال الصهاينة القادمين من شتى بقاع الأرض مكانهم في أكبر عملية تزوير شهدها التاريخ. وسيبقى التاريخ والضمير الإنساني عالماً مسجلاً لمن تآمر من أجل تحقيق التزوير في شتى أنحاء العالم. فقضية فلسطين والقدس عبر المراحل المختلفة كانت وستظل عربية وإسلامية وإنسانية، وإن قرار نقل السفارة الأمريكية إلى القدس المحتلة الذي أعلن في مطلع ديسمبر 2017 ضمن ما عرف بصفقة القرن هو قرار يعبر عن تنفيذ إرادة فردية لا تتماشى وأحكام ومبادئ القانون الدولي بتحويل مدينة القدس عاصمة للكيان الصهيوني، فضلاً عن أنه قرار فيه سلب لإراضي الغير بالقوة. واليوم فإن الإدارة الأمريكية قد حولت وترجمت وعودها من الأقوال إلى مرحلة فرض الأمر الواقع بنقل وافتتاح السفارة في مدينة القدس الشريف في هذا اليوم المشهود بالذكرى 70 لاحتلال فلسطين وعنان قيام الكيان الصهيوني الغاصب على أرض فلسطين المباركة. وعليه فإن مجلس الأمة الكويتي يؤكد على التالي: أولاً، يعتبر مجلس الأمة الكويتي أن القدس عاصمة لفلسطين، ويؤكد موقف الشعب الكويتي الرافض للاحتلال الصهيوني وممارساته وكل الأطراف التي تؤيد وتدعم جرائمه. ثانياً، إدانة نقل وافتتاح السفارة الأمريكية في القدس واعتراف الولايات المتحدة بها عاصمة للكيان الصهيوني، والذي يمثل خرقاً واضحاً لميثاق الأمم المتحدة وقرارات الشرعية الدولية. ثالثاً، رفض استمرار الإجراءات الصهيونية للاحتلال التي تستهدف تغيير الحقائق على الأرض والوضع التاريخي القائم للمقدسات الإسلامية والمسيحية واستمرار الاعتداءات على المسجد الأقصى المبارك. رابعاً، إدانة عمليات القتل والإرهاب التي يمارسها الاحتلال الإسرائيلي بحق المتظاهرين العزل والتجرؤ الخطير على الدم الفلسطيني والتي ما كانت لتحصل لولا الصمت الإقليمي والدولي. خامساً، رفض الأطروحات والمبادرات التي تدعو لتكريس الاحتلال الصهيوني وتتجاهل المواثيق والقرارات الدولية. سادساً، دعم الخط الواضح والتاريخي لسياستنا الخارجية، سياسة الكويت الخارجية التي وضع أسسها سمو أمير البلاد والقاضية بالوقوف مع قضية الشعب الفلسطيني. وكذلك نشيد بالتحركات الكويتية الحثيثة في مجلس الأمن الدولي بهذا الشأن، حيث تشغل الكويت مقعداً غير دائماً في المجلس.